المدرسة المغربية والمصرية. مصر ستكون في هذا النهائي ممثلة بالبطل نادي أسامة أبو النصر، فيما البطل وفيما المغرب سيكون ممثل بالبطلة الرميساء تاركو أو تاركو. فرصة أيضا أمام المغرب من أجل إضافة ميدالية ذهبية إضافية. بطلة المغربية بالحزام الأزرق الرميسة تاركو، ميدالية إضافية جديدة ذهبية. إن شاء الله صراع مصري مغربي حتى الآن على مستوى الميداليات الذهبية في اليوم الأول. الآن أربع ميداليات ذهبية مقابل للمغرب، مقابل ثلاث ميداليات ذهبية لمصر. أظن يوكو للبطلة المصرية، فعل يوكو للبطلة المصرية نادية أسامة. إذا كانت أسرع أداء ديال الحزام الزوكي الخروج كما شرط الحكم او الحكمة تبقى عندها السلطة بشكل منفرد باش تعاقب على الخروج. زال عمر المباراة طويل، اذا خروج ثاني. اذا سيواجه الانذار للبطلة شوي بأصبعين المصرية. إذا يوكو إضافي بالفعل واضح، كانت يعني سريعة جانب المصرية، ما خلاتش فرصة بخلاف إلى يعني بان الحكم بأنها الضربة ستكون يعني العلامة ديال الضرب، عاد عندها الحق باش تغير هذيك النقطة إلى إنذار وإلا تعطي النقطة. الآن نقطتين مقابل شيء للبطلة المغربية أو للبطلة المصرية نادي أسامة. إذا وكراتي ماشي تباعدوا تما المغربية خاص تركيز بالفعل التريث وعدم التسرع. نعم أمامها دقيقة تقريبا كاملة بإمكان قلب النتيجة في أي لحظة. فعلا هذا إنذار موجه للبطلة الرميساء، كيخص يعني التركيز، يعني واخا كاين الفارق ديال النقطتين فإذا كان التركيز في المقابلة ممكن يعني تجاوزها. نتابعونا الكان في طالب بثلاث نقاط لكن بعيدة شيئا مع الحركة الماضية من جانب البطلة رميساء. 30 ثانية الأخيرة.
ربما الخطأ المرتكب من جانب رميسة تبحث عن ثلاث نقاط بأي طريقة. نعم بالفعل وتبحث عن تسجيل إيبون. إذن المدرب الوطني الدروي يعطي توجيهات على بعد 18 ثانية. لما تحاول البطلة المغربية نهاية المباراة بفوز البطلة المصرية نادية أسامة أبو النصر بذهبيات هذا الوزن وزن أقل من 47 كيلوغرام فئة الفتيان أو الفتيات. لأن ميدالية ذهبية رابعة لمصر في منافسات هذا اليوم، لذلك سنتحول لنهائي سيجمع بين المدرسة المصرية والمدرسة التونسية.